يوم امتحنت امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرا وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك السلام عليك يا بنت رسول الله السلام عليك يا بنت نبي الله السلام عليك يا بنت حبيب الله السلام عليك يا بنت خليل الله السلام عليك يا بنت سفي الله السلام عليك يا بنت أمين الله السلام عليك يا بنت خير خلق الله السلام عليك يا بنت أفضل أنبياء الله ورسله وملائكته السلام عليك يا بنت خير البرية السلام عليك يا سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين السلام عليك يا زوجة ولي الله وخير الخلق بعد رسول الله ای کاش یه چند تا از شما گریه کنایم شب مدینه بودید امیرالمومنین و یاری میدادید السلام علیک یا ام الحسن و الحسن سیده شباب اهل الجنه وای مادر السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة السلام عليك أيتها الرضية المرضية السلام عليك أيتها الفاضلة الزكية السلام عليك
أيتها الحوراء الأنسية. السلام عليك أيتها التقية النقية. السلام عليك أيتها المحدثة العليمة. السلام عليك أيتها المظلومة المغصوبة. السلام عليك أيتها المضطهدة المغهورة. السلام عليك يا فاطمة بنت رسول الله ورحمة الله وبركاته، صلى الله عليك وعلى روحك وبدنك. أشهد الله أشهد أنك مضيت على بينة من ربك، وأن من سرك فقد سر رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن جفاك فقد جفا رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن آذاك فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن وصلك فقد وصل رسول الله صلى الله عليه وآله. صدا زد میدونی من کیم؟ بجد در ایستادم، گفت میدونم تو فاطمه دختر رسول خدایی. خدا لعنتت. و من وصلم که فقط وصل رسول الله صلی الله علیه و آله، و من قطع که فقط قطع رسول الله صلی الله علیه و آله، لأنك بضعة منه وروحه الذي بين جنبه. أشهد الله ورسله وملائكته أني راض عمن رضيت عنه، ساخة على من سخطت عليه، متبرئ ممن تبرأت من، موال لمن والت، معاد لمن عاد، مبغض لمن أبغض، محب لمن أحببت، وكفى بالله شهيدا وحسيبا وجازيا ومثيبا. أشهد الله وملائكته أني ولي لمن والاك، وعدو لمن عاداك، وحرب لمن حاربك. أنا يا مولاتي بك وبأبيك وبعلك والأمة من ولدك مقيم، وبولاية مؤمن ولطاعة ملتزم. أشهد أن الدين دينهم والحكم حكمهم، وهم قد بلغوا عن الله عز وجل ودعوا إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة. لا تأخذهم في الله لومة لائم، وصلوات الله عليك وعلى أبيك وبعلك وذريتك الأئمة الطاهرين.
اللهم صل على محمد وأهل بيته، وصل على البتول الطاهرة الصديقة المعصومة التقية النقية الرضية المرضية الزكية الرشيدة المظلومة المغفورة يا صاحب الزمان المغصوبة حقها بابا. امشب شبنا لا الممنوع ترثها بابا المكسورة ذلعها بابا المظلومة بعدها بابا المقتولة ولدها بابا فاطمة بنت رسول ابنك وبضعة لحمه وسميم قلبك وفذة كبده والنخبة من كله والتحفة خصصنا بعوسيا وحبيبة المصطفى وقرينة المرتضى وسيدة النساء ومبشرة الأولياء حليفة الورع والزهد وتفاحة الفردوس والخود التي شرفت بمولدها نساء الجنة وسللت منها أنبار الأئمة وأرخيت دونها حجاب النبوة اللهم صل عليها صلاة تزيد في محلها عندك وشرفا لديك ومنزلة من رضاك وبلغها منا تحية وسلاما وآتنا من لدنك في حبها فضلا وإحسانا ورحمة وغفرانا إنك ذو العفو الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.